السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على فلافورماس مع الشيكات. غنشوفوا ليتيليزاسيون ديال الباكيت ماجيك. دونك هنا نحاولوا نصيبوا واحد لادال وسط هذيك لادال نديزين واحد الشكل بحال شكل لابيسين على اساس نطبق لاباكيت ماجيك. نوريكم كيفاش نطبق لاباكيت ماجيك وغادي يولي عندي فراغ هنايا يعني بحال كتي سوستراكسيون. من بعد هذاك سوستراكسيون غنشد غندير دي مير نختار المير بحال نطلع الحيط. نبدا ندير واحد لادال داخل بحال شكل الماء يعني بحال عامر بحال لابيسين شكل لابيسين. دونك هذا هو ليكزارسيس كيفاش نخدمو. المهم بغيت نفهمو لي تكنيك لي برانسيب نقدرو نصيبو اي حاجة. غنمشي لارشيكاد وناخدو دار. لادال غندير فيها غندير فيها مثلا 10 10 متر على 10 متر اوكي. وسط لادال هادي نحاول نصيب واحد ناخد بوليغون وغادي نديزيني هاد لافورم هادي. بغا نزيد شويه شي حاجه معليش بدا ناخد كنسير نكمل هنا بدا نسد هاد لابارتي. دابا انا كيفاش غندير لا سوستراكسيون ديالو؟ تنجي تنسيليكسيون تناخد فلاش تنسيليكسيون كلشي بحال هكا ونكليكي على لادال تناخد اسباس ديال كلافي تنكليكي على انتيريور تعطيني لا سوستراكسيون. مشيت لادرو تلقى لا سوستراكسيون ارجع لدودي. في دودي غناخد نمشي ناخد مير مير هنايا غنقولي نون لي غندير فيه مثلا ندير فيه متر متروس متر ناخذو هنايا ناخذو شي ناخذو ستركتور عادي ناخذو ديال البيطون. دونك هنا لي موديل نقدر ناخذو يكون شي كولور بين شويه لي كروش. دابا انا نجي دونك ناخذ المير ديالي ناخذ المير وناخذ دونك اللي بالنسبه للمير هو هذا بي. هنا تناخذ ناخذ يعني كونتينيو يا قوس انا نبدل القوس على باش يدور ليا لهاد البلاصه هادي او شي دور لهاد البلاصه و تيتبع بحال تيتبع التراسي. غادي ناخذ غادي كونتيني ونفيرمي المير ديالي اوكي. دابا غنشوف الايزومتريك شنو عطاني اونتر ودي تقريبا الناس ندير هاد الفكره دابا ما نسمع خدام بالعبار بحال هكا. دابا غنجيو غادي غنسدو هاد البلاصه الداخل نرجع للفي العادية وناخدو ضال وناخد باكيت ماجيك ونكليكي على انتيريور. دابا الى مشيت لانتر ودي لقات ستات والمير تاهو غادي نشوف لي بيسور. دابا انا المير خصني يعني خصني عمر نشوف دابا المير نشوف دابا هادي لي بيسور ديالها شحال. هاد لادال لي بيسور ديالها شحال طون دروات دال دونك خديتها دونك نبدلها دونك فيها 30 اوكي. دابا غنجي للمير غنقولو يهبط ب 30 دونك في هاديك في الجيومتري هنايا زيرو موان ترونس موان زيرو زيرو موان ترونس صافي واش ديال النيفو ديال الحيط. دابا دابا هاد لادال هاد لادال غنحاول نمضي فيها غنجي نقول له بان لي بيسو ديالها راه في 1 متر نقابط لتحت. دابا حنا باش انا نقادها نحاول ناخذ ليها لاكوب ديالها باش ندير الكوب. دابا الكوب كاين هنايا كوب
Voilà, coupe. تلاحظوا معايا الكوب ما كاينش هنايا، وعندنا الكوب هما خاوين. غنشد لنا كوب وندوزها من الوسط هنايا، حيت انا تيرسي يعني بنشوف الفيديو ديالها. دابا لاحظت معايا، دابا هادي هي لاطال، هادي هي لاطال، هي هادي، هذا هو الداخل اللي انا هبطتو بواحد، وهادو اللي بير. هنا غنشد هاد، غنشد هاد سميتو، غادي بلاصيها ترانزاكسيون، وغادي بلاصيها هنايا. لاحظت معايا انا بقات فارغة لتحت، نعاود ديبلاصيها. قدام عندي دابا رجعت للفي اون 3 دي، غنلقاها بحال عامرة، بحال فيها الماء، لا بيسي في الماء. نقدر هاد نقدر هاد لاطا نبدل ليها الماتيريو ديالها، كل بحال واحد الارض كاين حيط وسطو بحال بحال البيسي. دونك انا في هذيك السيرت هذا حاول ندور لكم لي تكنيك ولي برينسيپ، يعني الفكره اللي بغيت نوصل لكم هي هذه. موعدنا ان شاء الله في ليكزاسي جي والفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.